بكركب الدنيا وبيزت لي اواعيه بكل مكان وما بيفكر يضب حواليه. عدي فاطمة، ليش واقفة؟ قالوا نعم. ليش مالك أخذ المصاري؟ عفوا نسيت، كنت مستعجلة. أنا ببعت رقم حسابي، بتحطوا لي إياهم بالبنك. ماشي تكرمي. خلص ماشي خالته، بساوي مثل ما بدك. مع السلامة. هاي خالتي، قالوا أصحابين البيت بدهم مصاري الإيجار لأنه صار أول الشهر، لهيك بدها رقم حسابي. مانك جوعانة؟ لا تستحي، أكيد ما فطرتي قبل ما تهربي من البيت. قومي ناكلنا لقمة. واقفي احكي لي شو في. شوف، انت اللي ضغطت على البنت بالحفله، ليش لحتى تخصبها وتخليها ترقص معك بالزور اذا هي ما بدها؟ هلا شو بدنا نعمل؟ انتوا سبوني على البيت، انا بدور عليها. وين بدك تدور عليها؟ اسطنبول كثير كبيره. اختي ضاعت مريم، ما راح نلاقيها. لا لا، انا ما قصدت هيك، اكيد راح نلاقيها، بس ما بنعرف من وين بدنا نبلش ندور عليها. ما بعرف من وين بدي بلش، خليني اروح هلا اسال عنها بالكراج، بجوز تكون رجعت لازمير، بتاكد من قوائم الركاب. يلا خلينا نروح. انا جاي معكم. لا ارجعوا انتم، بجوز تكون رجعت قبلكم. هيك رايك؟ ما بتعرف، يمكن رجعت. ما بدي تضل حالها مع الست ميسر، لازم تكونوا هنيك. ماشي يلا اخي لمي، خلينا نروح على البيت لكان. شو رايك اخي كريم دور بالحديقة مثل هذيك المرة لما راحت تحكي تليفون؟ طيب بالأول منروح على الحديقة ومن هنيك على البيت، وانت بتروح على الكراج. يلا روح خبرنا إذا صار شي. بتصل فيكم. قال انهم ما رح يعتبروها مفقودة الا بعد 24 ساعة، بس لما قلنا لهم انه نحن خايفين عليها لتضيع قبل يفتح الضبط، وقال رح ندور. رح يدوروا عليها ويلاقوها، رح يلاقوها. مفكر حالك بالضيعة؟ هاي اسطنبول، ابصر لوين راحت. اذا بالضيعة صار فيها هيك. ميسر اسكتي. الله اعلم شو رح يصير فيها هالمرة. اسكتي خلص. لا تبلشوا، بلشي اعصابنا تعبانة. ما ناقصنا رجاء، عواد ما تتخانوا وخلونا نفكر بحل لهي المشكلة. قصدك انا السبب يعني؟ ايه ما ناقص الا تقولي انا اللي طفشتها. مزبوط، انت اللي خليتيها تطفش. شو قلت؟ شو؟ انت اللي طفشتيها. انت اللي لعبتي لها بغراضها لهيك خليتيها تهرب، كمان انت عيطتي عليها. بدك تسكت ولا انا بسكتك؟ ما بيقول انه اخته هي سبب شنطتنا؟ وبدها يحطها برقبتي كمان العمى. لك بكفي بقى. هلا موت خناقتكم. ما سمعتي؟ ليش انا اللي بلشت بالاول؟ خلونا نفكر، فاطمة لوين ممكن تكون راحة؟ تتذكروا إذا بتعرف أي حدا هون؟ حدا ستين جهنم. فاطمة بتوسخ وميسر بتنظف وراها، ما؟ وحدة عايبة، وبتحطوا كل شيء برقبتي كمان. أنا شو حكيت معها؟ قلت لها إنك خبيتي الرسالة، مو هي هي الحقيقة ولا أنا غلطانة؟ وليش لحتى تفتشي بغراضها؟ لمي هذا بيتي أنا، بيتي، ولازم أعرف كل شيء عم بيصير فيه.
نسيت موضوع الوكالة، منيح انه خبيتها. اخدتها للوكالة، اخدتها من الدرج. اخدتها للوكالة. شايفة بالله كيف عم تتصرف من حالها؟ ابصر شو رح تعمل فيها. منيح انه ما معها مصاري. لا تذكرت، هذا كله منه. كريم هو اللي حط لها مصاري بالبنك. انو مصاري هي؟